زينة، شنو الكتاب اليوم اختاريتي انك تقاسمي مع المشاهدين؟ صراحه الاختيار ديال الكتاب اللي غنشارك مع المشاهدين كان صعيب بالنسبه ليا، خاصه انني قريت بزاف ديال الكتب في واحد المجال اللي هو تطوير الذات والتنميه ديالو، وفي الاخير وقع الاختيار على الكتاب ديال معجزه الصباح The Miracle Morning الكاتب والمؤلف هال إلود الامريكي. في البدايه ديال هذا الكتاب هذا الكاتب كيسرد لينا واحد الجزء من حياه المستقره ديالو حافله بالانجازات اللي من بعد غادي تقلب المجرى ديالها بحدوث واحد الحادث مميت اللي غادي ينجى منه هذا الكاتب هذا باعجوبه. من بعد ما غادي ينجى هذا الكاتب هذا غادي يستغرق من واحد الغيبوبه اللي غادي تدوم واحد السنين، وغادي يلقى راسو عاجز تماما انه يتمشى، وفي اهال ما غاديش يتقبل هذه الفكره في الاول. داكشي علاش غادي ينوض من جديد، وغادي بالمسانده ديال والده ديالو طبعا غادي يعاود من جديد ويحقق انجازات كبيره. من بعد ما غادي يحقق هذا الكاتب هذا انجازات كبيره في الحياه ديالو، غادي تجي واحد الازمه اقتصاديه عاوتاني في الولايات المتحده الامريكيه سنه 2008 و2000 اللي غادي تشكل واحد النقطه سوداء في الحياه ديالو. من هنا غادي يلتجئ لينا الكاتب لواحد الصديق ديالو، غادي ينصحو باش يدير واحد الحصه جري صباحيه. صراحه عقل الانسان ما غاديش يستوعب فكره الجري صباحا وسط واحد مجموعه الكم هائل من المشاكل، داكشي علاش هكا كذلك ما غاديش يتقبل ديك الفكره في الاول وغيتردد، ولكن بما انه ما عندوش شي خيار واحد اخر ما بغاش يخسر، اذا غادي يجرب من بعد العوده ديالو من ديك الجري الصباحي غادي تزاحم افكار في المخيله ديالو وغادي تقودو باش يالف لينا هذا الكتاب ديال هذا ديال معجزه الصباح. الكتاب هذا ديال معجزه الصباح كعصاره ليه لخصو لينا الكاتب هال في كلمه المنقذه او سيفرز، حيت كل حرف من هذه الكلمه هذا كيعني لينا واحد النشاط صباحي محفز. سيفرز فيها سايلنس صمت ثم التوكيد والتاكيدات اللي كتبرمج الدماغ ديالنا على باش نهجو واحد الطريق نحقو الاحلام ديالنا، ثم التصور او التخيل اللي من خلالها غادي نجعلوا المستقبل حاضر معنا ونعيشوا ونقربوا الاهداف ديالنا ونجعلوها سهله المنال، ثم اكزرسايزز التمارين الرياضيه اللي كنعرفوا انه التمارين الرياضيه كتساهم في افراز واحد الهرمون ديال السخاء اللي كتحسس الانسان بالسعاده، ثم القراءه اللي هي غذاء للروح واكسير الحياه، واخيرا سكرايبن او الكتابه اللي حتى من خلالها الهال القراء ديالو باش يحافظوا على واحد المذكرات اللي يسطروا فيها المشاعر ديالو. واش ممكن نقولوا بان هذا كتاب حول التنميه الذاتيه مي على شكل سيره ذاتيه؟ هذا الكتاب هذا جاء على شكل قصه حقيقيه للكاتب اللي بغى يوصل لنا من خلالها انه الحياه ما كتوقفش في واحد الفتره، وانما الانسان لا فشل خصو ينوض ويعاود يحقق انجازات كبار وما يهتمش بالاخرين. بالنسبه لك انت شخصيا اشنو غير فيك هذا الكتاب، واش مثلا حاولتي انك تطبقي بعض النصائح اللي قريتهم فيه؟ صراحه هذا الكتاب كان ليه فضل كبير في الحياه ديالي، حيت غيرها 180 درجه نحو الافضل. تعلمت منه الكثير من الاشياء اللي يبينها ان التغيير كيبدا من الصباح، او ان صح التعبير ان ابواب الرزق تكون مفتوحه في الصباح، وكذلك جاك كتاكيد القوله المشهوره المغربيه ان الفياق بكري الذهب مشري. وكذلك تعلمت ان الاشخاص الناجحين هم الذين يستيقظون صباحا عبر واحد العباره الشهيره ديال هال اللي هي يسنوز يلوز. هذا الكتاب هذا كذلك كان ليه فضل كبير في تحسين المستوى الدراسي ديالي عن طريق ديك الاسلوب اللي كان كيهضر به الكاتب، فكان ليه فضل كبير صراحه على حياتي. هذا الكتاب يؤكد على اهميه الصباح. انت شخصيا كيفاش كتنظمي الوقت ديالك بين يعني الوقت المخصص للبرنامج الدراسي والوقت المخصص للكتب ما عندهاش علاقه بالبرنامج الدراسي؟ صراحة هذا الكتاب هذا كما قلت لك غير حياتي نحو الأفضل، فاللي بغى يصبح من كائن ليلي لكائن صباحي يقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب أنا كنظم وقتي وفق هذا الكتاب، حيت فيه تنظيم الوقت حسب الأولويات. مثلا الإنسان يقدر يخفيق الصباح ساعة قبل موعد الاستيقاظ ديالو، يدير فيها بزاف الحوايج اللي يقدر يقرأ فيها كتوبة، يدير فيها الرياضة، وكذلك ينجز الواجبات الدراسية ديالو، وهذا النظام هو اللي كتبع عنده. شكرا زينه، ونتمنى لك حظ موفق في مسارك الدراسي. شكرا لكم حسين انتم على الاستضافه، وكنبغي نشكر هذه المبادره ديال الاستاذه الفضيله والقديره نور الشكري على هذه المبادره اللي حفزتنا اكثر واكثر على القراءه.